بسم الله الرحمن الرحيم. مدرسة الأندلس الابتدائية الخاصة للبنين، قسم العلوم العامة، الصف الثالث الابتدائي، إعداد الأستاذ خالد زكريا، معلم العلوم للصف الثالث. نبدأ الآن طلابي الأعزاء هذه المراجعة. نبدأ بالجزء الأول وهو الخاص بوحدة المغانط. السؤال الأول: ما هو الرمز الصحيح التي تعبر عن طرفي المغناطيس؟ الرموز التي تعبر عن طرفي المغناطيس، هل الاختيار A أم B أم C أم D؟ طبعا طلاب الأعزاء الإجابة الصحيحة هي الإجابة رقم C، N و S، القطب الشمالي والجنوبي. هذا هو المغناطيس، N هو القطب الشمالي و S هو القطب الجنوبي. إذا المغناطيس له طرفين، كل طرف يسمى قطب، القطب الشمالي رمزه N والقطب الجنوبي رمزه S. السؤال الثاني: ما هو الرمز الصحيح الذي نكتبه في الدائرة لكي يتقارب المغناطيسين؟ هل W ولا E ولا N ولا S، A ولا B ولا C ولا D؟ طبعا طلاب الأعزاء يتقارب المغناطيسان، أي المقصود بها تجاذب. هيا طلاب الأعزاء نكمل على الرسم. المغناطيس الأول، القطب الأول N، إذا القطب الثاني S، والمغناطيسان يتقاربان. إذا عندما يتقارب المغناطيسان الأقطاب المتقابلة تكون مختلفة. المغناطيس الأول N فيكون المغناطيس الأول S فيكون المغناطيس الثاني N. إذا المغناطيس الثاني نكمل الطرفين، الطرف الأول N، إذا الطرف أو القطب الآخر يكون S. إذا في الدائرة الإجابة هي دي، القطب S، القطب الجنوبي. عندما يأتي لنا سؤال بهذا الشكل نقوم بحله بهذه الطريقة. السؤال الثالث: ما أهمية المغناطيس الموجود في القرص الصلب الداخلي للحاسوب؟ هل A تبريد الحاسوب، B تخزين البيانات، C زيادة سرعة الحاسوب، D التحكم في طاقة الحاسوب؟ طبعا الإجابة الصحيحة هي الإجابة B تخزين البيانات. المغناطيس الموجود في القرص الصلب للكمبيوتر أهميته تخزين البيانات. السؤال الرابع: عامل نظافة بمستشفى يضع سماعة بأذنه لتقوية السمع وتعمل بشكل رائع، كلما دخل غرفة جهاز الرنين لا يتمكن من السمع بشكل جيد، فسر سبب ذلك. هل السماعة بها عطل، السماعة لها حدود معينة في التأثير، غرفة الرنين المغناطيسي عازلة للضوء، غرفة جهاز الرنين المغناطيسي به مغناطيس فائق؟ الإجابة الصحيحة هي الإجابة رقم D، جهاز الرنين المغناطيسي يحتوي على مغناطيس فائق يؤثر سلبا على سماعات تقوية السمع. السؤال الخامس: أي المغانط التالية تكون قوى جذبه للمشبك الفولاذي أكبر ما يمكن؟ ألف أم باء أم تاء أم ثاء؟ طبعا طلاب الأعزاء قوى الجذب تعتمد على المسافة. عندما تكون المسافة بين المغناطيس والمشبك قليلة تكون قوى الجذب أكبر ما يمكن، أما عندما تكون المسافة بين المغناطيس والمشبك كبيرة تكون قوى الجذب ضعيفة. هيا نلاحظ المسافة طلاب الأعزاء، نلاحظ أن المغناطيس ألف المسافة صغيرة جدا، إذا تكون قوى الجذب أكبر ما يمكن، فالإجابة الصحيحة طلاب الأعزاء تكون هي A. أما في الحالة ثاء، المسافة كبيرة وبالتالي تكون قوى الجذب أكبر، أقل ما يمكن. إذا في هذا السؤال عندما يقول لك أكبر ما يمكن نختار الإجابة ألف، أما إذا كان السؤال أقل ما يمكن نختار الإجابة ثاء. لماذا؟ لأن المسافة كبيرة، المسافة بين المغناطيس والمشبك كبيرة فتكون قوى الجذب أقل. أما في الاختيار ألف، المسافة بين المغناطيس وقوى بين المغناطيس والمشبك قليلة فتكون قوى الجذب كبيرة، العلاقة عكسية. السؤال السادس: ما هما قطبي المغناطيس؟ هل القطب الشمالي والغربي، القطب الشمالي والقطب الجنوبي،
القطب الجنوبي والقطب الغربي، القطب الجنوبي والقطب الشرقي، طبعا قطبي المغناطيس أو طرفي المغناطيس، الاختيار ب القطب الشمالي والقطب الجنوبي إن وإس. السؤال السابع: أي الأشياء التالية سينجذب إلى المغناطيس؟ هل المسمار الفولاذي أم قصاصة الورق أم الدورك الزجاجي أم الملعقة الخشبية؟ طبعا الذي ينجذب إلى المغناطيس هي مجموعة من المواد المغناطيسية، الحديد والفولاذ والنيكل والكروم والكوبالت، فتكون الإجابة الصحيحة هي الإجابة A، مسمار فولاذي. إذن المواد التي تنجذب إلى المغناطيس حديد، فولاذ، نيكل، كروم، كوبالت، وأي مادة غير هذه المواد لا تنجذب إلى المغناطيس. السؤال الثامن: أي أجزاء المغناطيس تتركز عندها القوى المغناطيسية؟ هل عند القطب الشمالي، الجنوبي، منتصف المغناطيس، القطب الشمالي والجنوبي؟ طبعا القوى المغناطيسية تتركز عند القطب الشمالي والقطب الجنوبي، الاختيار D. أما منطقة منتصف المغناطيس لا يوجد بها قوة، إذن القوة تتركز عند القطب الشمالي والقطب الجنوبي الاثنين معا. السؤال التاسع: أي من التالي مادة مغناطيسية؟ قلنا المواد المغناطيسية هي خمس مواد، الحديد والفولاذ والنيكل والكروم والكوبالت، فتكون الإجابة الصحيحة هي الإجابة رقم D، الحديد. أما النحاس والألمنيوم والفضة هي فلزات ولكنها غير مغناطيسية. السؤال العاشر: ما الخاصية المشتركة لجميع المغانط؟ هل ذات لون أسود وبارد الملمس، تسقط على الأرض بسرعة أقل من الأشياء الأخرى، تصنع دائما من الحديد وينبغي أن تلامس الشيء كي تعمل، أم الاختيار دي يمكنها جذب الأشياء أو التسبب في تنافرها من دون ملامستها؟ الإجابة الصحيحة طلاب الأعزاء هي الإجابة رقم دي، يمكنها جذب الأشياء أو التسبب في تنافرها من دون ملامستها. طبعا طلاب الأعزاء الاختيار C، تصنع دائما من الحديد وينبغي أن تلامس الشيء كي تعمل، هذه الجملة بها خطأ، أن المغناطيس ليس شرطا أن يلامس الشيء كي يعمل، إذن الإجابة الصحيحة هي D. السؤال الحادي عشر: ما الذي سيحدث بين هذين المغناطيسين؟ هيا ننظر إلى طلاب الأعزاء إلى المغناطيسين ونلاحظ المنطقة المتقابلة، ننظر إلى القطبين المتقابلين S مع S، قطبين متشابهين، وكنا أن الأقطاب المتشابهة تتنافر، إذن الذي سيحدث هو الاختيار B، يتنافران. لماذا؟ لأن S مع S قطبين متشابهين متقابلين. السؤال الـ12: أي زوج من المغانط التالية ستكون لديه قوة التنافر الأكبر؟ قوة التنافر الأكبر، ألف أم باء أم جيم أم دال؟ قلنا طلاب الأعزاء متى تكون قوة التنافر كبيرة؟ عندما تكون المغانط قريبة من بعضها، مغناطيس ومغناطيس، التنافر يحدث بين مغناطيس ومغناطيس. متى تكون قوى التنافر أكبر ما يمكن؟ عندما تكون المسافة صغيرة بين المغناطيسين. متى تكون قوى التنافر أقل ما يمكن؟ عندما تكون المسافة بين المغناطيسين كبيرة. هيا نلاحظ الاختيارات. الاختيار ألف سيحدث تجاذب، لأن N مع S أقطاب متشابهة. أما الاختيار B، هذا مغناطيس واحد لا يتجاذب ولا يتنافر. الاختيار جيم سيحدث تنافر، لأن S مع S أقطاب مختلفة ولكن المسافة بينهما كبيرة. لكن الاختيار دال، N مع N، شمالي مع شمالي، تشابه فيحدث تنافر ولكن المسافة طلاب الأعزاء، الفرق بين جيم ودال، يحدث بينهما تنافر ولكن الفرق في دال المسافة صغيرة، وبالتالي تكون قوى الجذب أكبر، قوى التنافر أكبر ما يمكن. إذن الاختيار الصحيح دال. لماذا دال؟ لأن هناك تنافر إن مع إن والمسافة صغيرة، بالتالي تكون قوى التنافر أكبر ما يمكن. أما الاختيار جيم، نعم إس مع إس تنافر ولكن المسافة كبيرة فتكون قوى التنافر أضعف. السؤال الثالث عشر: ما المغانط الفائقة؟ هل هي مغناطيس كبير جدا مصنوع من الحديد؟ مغناطيس مصنوع من الحديد وله قوى مغناطيسية قوية؟
مغناطيس كبير مصنوع من مواد أخرى غير الحديد وله قوة مغناطيسية ضعيفة، ولا مغناطيس مصنوع من مواد أخرى غير الحديد وله قوة مغناطيسية قوية جدا؟ الإجابة الصحيحة هي الإجابة رقم دي، الإجابة دي، مغناطيس مصنوع من الحديد، الميزة غير الحديد، الميزة أكبر، له قوة مغناطيسية قوية جدا، قوة الخاصة به تكون قوة قوية جدا للمغانط الفائقة. الأسئلة المقالية: صنف المواد التالية حسب الجدول. الكروم والنحاس سنصنفها إلى فلز مغناطيسي وفلز غير مغناطيسي. قلنا طلاب الأعزاء أن المواد المغناطيسية 5 مواد: الحديد، الفولاذ، النيكل، الكروم، الكوبالت. أي مادة غير هذه المواد هي مواد غير مغناطيسية. الفلزات هي المواد التي توصل الكهرباء والحرارة مثل الألمنيوم، النحاس، الحديد. بعض الفلزات مواد مغناطيسية زي الحديد والفولاذ والنيكل والكروم والكوبالت، وبعض الفلزات مواد غير مغناطيسية مثل النحاس، الألمنيوم، الفضة، الذهب. هي فلزات ولكنها غير مغناطيسية. أما النافلزات وهي المواد العازلة للحرارة والكهرباء، لا توصل الحرارة والكهرباء، مثل الخشب، البلاستيك، المطاط، الجلد، كلها جميعها مواد غير مغناطيسية. إذن اللافلزات بعضها مغناطيسي وبعضها غير مغناطيسي. آسف، الفلزات بعضها مغناطيسي وبعضها غير مغناطيسي، أما اللافلزات جميعها غير مغناطيسي. إذن الكروم هو فلز مغناطيسي والنحاس فلز غير مغناطيسي. السؤال ب: المغانط لها أشكال متعددة، أذكر شكل واحد فقط من أشكال المغانط. طبعا طلابي الأعزاء، أهم أشكال المغانط القضيب والمكعب وحلوة الفرس والحلقي. نستطيع أن نكتب أي واحد منهم، أنا سأختار الحلقي وأنت تستطيع أن تختار أي شيء. هذه أهم أشكال المغانط. السؤال تاء: ما العلاقة المتبادلة بين هذين المغناطيسين؟ العلاقة بين المغانط إما تنافر أو تجاذب. هيا طلاب الأعزاء نكمل البيانات في الأول، في البداية على الرسم نكمل بيانات المغناطيس حتى نعرف تنافر أم تجاذب. نبدأ بالمغناطيس الأول، الطرف الأول أو القطب الأول S، فيكون القطب الثاني N. ننتقل إلى المغناطيس الثاني، الطرف أو القطب الأول S يكون القطب الثاني N. إذن عندما ننظر إلى هذه المنطقة وهي المنطقة المتقابلة بين المغانط، نلاحظ أن N مع N، شمالي مع شمالي، أقطاب متشابهة. إذن هنا يحدث طلاب الأعزاء تنافر، N مع N تنافر. سؤال ث: تم وضع مغناطيس بالقرب من مغناطيس آخر لا يلامس المغناطيسان بعضهما بعضا. يتم دفع المغناطيس ألف بعيدا عن المغناطيس باء. لماذا يتم دفع المغناطيس ألف؟ عندما نقرب المغناطيس باء من المغناطيس ألف، المغناطيس الألف يدفع بعيدا أو يتحرك بعيدا. قلنا طلاب الأعزاء أنه عندما نقرب مغناطيسين من بعضهما، إذا تقاربا فهو تجاذب، أما إذا تباعد أحدهما فهو تنافر. إذن الذي يحدث هنا طلاب الأعزاء أنه يحدث تنافر. لماذا؟ لأن المغانط تتباعد عن بعضها، إذن يتنافران. السبب: الأقطاب المتقابلة متشابهة. الآن ننتقل إلى الجزء الثاني وهو الجزء الخاص بالصخور. نبدأ بالسؤال الأول: ما هو الترتيب الصحيح لطبقات الأرض من الداخل إلى الخارج؟ طبقات الأرض من الداخل إلى الخارج طلاب الأعزاء، من الداخل اللب، الوشاح، القشرة الأرضية. إذن الاختيار الصحيح طلاب الأعزاء ماذا سيكون عندما نقرأ الاختيارات؟ الاختيار الصحيح يكون A، لأنه اللب، الوشاح، القشرة الأرضية كما نلاحظ في الصورة، اللب في الداخل ثم الوشاح ثم رقم 3 القشرة الأرضية الخارجية. السؤال الثاني: قام طالب بعمل تجربة على بعض الصخور حيث تركها جميعا في الماء لمدة يوم كامل، ثم قام بحساب كتلتها بعد هذا اليوم وسجل البيانات بالجدول الآتي.
أي الصخور الموجودة يكون أكثر عرضة لعملية التجوية؟ الجرانيت أم الصخر الرملي أم الجيري أم الطباشيري؟ هيا نلاحظ طلاب الأعزاء، الصخر الجرانيت كان كتلته 73 وأصبح 73، إذن هو هذا الصخر لم يزد 73. الصخر الرملي كان 73 أصبح 84، إذن زاد 11 جرام. هذا ال 11 جرام من أين أتى؟ لأن هذا الصخر امتص 11 جرام من الماء. الصخر الجيري كان 73 بيجي 88، إذن هذا الصخر زاد 15 جرام، امتص 15 جرام من الماء. أما الصخر الطباشيري كان 73 بيجي أصبح 96، إذن زاد 23 جرام. سبب هذه الزيادة طلاب الأعزاء أن هذا الصخر يمتص الماء. إذن طلاب الأعزاء، من الذي يكون أكثر عرضة للتجوية؟ الذي يكون أكثر عرضة للتجوية هو الأكثر مسامية. الأكثر مسامية هو الذي يمتص أكبر كمية من الماء. من الذي يمتص أكبر كمية من الماء؟ هو الصخر الطباشيري. وبالتالي الصخر الطباشيري أكثر مسامية، أكثر عرضة للتجوية والتفتت. على العكس، صخر الجرانيت هو الأقل عرضة للتجوية، لأنه لا يمتص الماء وغير مسامي. السؤال الثالث، من البيانات الموجودة أي الصخور هو الأعلى في القساوة؟ الجيري، الصوام، الطباشيري أم الجرانيت؟ طبعا هذه خاصة طلاب الأعزاء بالخدش. الصخر الذي لا يخدش بسهولة يكون الأعلى في القساوة. عندما نلاحظ الجدول نلاحظ أن الجيري يخدش بالعملة المعدنية والمسمار، الصوام لا يخدش أبدا، الطباشيري يخدش بالظفر والعملة المعدنية والمسمار، صخر الجرانيت يخدش بالمسمار. إذن الأعلى في القساوة هو الذي لا ينخدش بسهولة، وهو طبعا صخر الصوام. صخر الصوام طلاب الأعزاء رغم أنه من الصخور الرسوبية، ولكنه من أقسى الصخور ولا ينخدش بسهولة. السؤال الرابع، ما هي المادة التي توجد داخل الصخور وتؤثر في لونها؟ الثلج، الماء، الهواء، المعادن. طبعا المعادن هي التي تؤدي أن الصخور، المعادن المكونة لكل صخر هي التي تغير ألوان الصخور. السؤال الخامس، يظهر المخطط طبقات الأرض المختلفة. ما هي طبقة الصخور المنصهرة التي تقع تحت سطح الأرض؟ طبعا طبقة الصخور المنصهرة هي طبقة الوشاح. القشرة الأرضية هي الطبقة التي نعيش عليها، واللب يكون حار جدا، أما الطبقة المنصهرة هي طبقة الوشاح، والتي تخرج منها الحمم البركانية. ما هي طبقة الأرض التي تعيش على سطحها جميع الكائنات الحية؟ طبعا هي طبقة القشرة الأرضية، هي التي نعيش عليها وتعيش عليها الحيوانات والنباتات والإنسان. السؤال السابع، ما نوع الصخور الرئيس الموجود في دولة قطر؟ هل الصخر الطباشيري، الجيري، الرملي، الجرانيت؟ طبعا الصخر الأساسي والرئيس في دولة قطر هو الصخر الجيري. الصخر الأساسي في دولة قطر هو الصخر الجيري، وطبعا هو صخر رسوبي يتكون بشكل أساسي من أصداف الكائنات الحية البحرية التي ماتت واندفنت على مر ملايين السنين. السؤال الثامن، ما هو مصدر المادة التي تتدفق من البركان؟ هذه المادة التي يبدو لونها أصفر التي تخرج من البركان هي الحمم البركانية، تأتي من اللب، الوشاح، الصخور النارية، الصخور الرسوبية، طبعا تأتي من طبقة الوشاح. طبعا هذه المادة عندما تبرد بعد ذلك هي التي تكون الصخور النارية. السؤال التاسع، ما اسم المادة التي تتدفق على جوانب البركان؟ اسم هذه المادة الوشاح، اللب، الحمم البركانية، الطين. طبعا اسم هذه المادة الحمم البركانية. إذن نفرق بين مصدر هذه المادة واسمها. اسمها الحمم البركانية، مصدرها تأتي من طبقة الوشاح. نفرق بين اسم المادة الحمم البركانية ومصدرها طبقة الوشاح. السؤال العاشر،
أي من التالي صخر ناري؟ الصوام، الجيري، الجرانيت، الطيني. طبعا صخر الجرانيت. الصخور النارية طلاب الأعزاء هي الجرانيت والبازلت والكوارتز، صخور نارية مصدرها الحمم البركانية. أما الطيني والطباشيري والرملي والصوان هذه جميعها، والجيري صخور رسوبية. السؤال 11، خطط طالب استقصاء ليكتشف الصخور غير المسامية. سيضع صخر الجرانيت وصخرا طباشيريا ورمليا في الماء، وسيقيس كتلتها قبل وضعها في الماء وبعده. ما هو المتغير الذي سيغيره ليكون الاستقصاء عادل؟ هل يغير جميع المتغيرات، نوع الصخور، كمية الماء، لم يغير شيء؟ طبعا طلاب الأعزاء ليكون الاختبار عادل يجب علينا أن نغير شيء واحد فقط في التجربة أو الاستقصاء. ما الذي غيره هنا؟ طبعا هو غير نوع الصخور، الاختيار B، فلدينا صخر جرانيت وصخر طباشيري وصخر رملي، هو غير نوع الصخور، لكن كمية الماء والمدة التي سيضع فيها الصخور في الماء تكون متساوية حتى يكون الاختبار والاستقصاء عادل. السؤال 12، ما هي العملية التي سببت تغير شكل الصخور المبينة بالصورة؟ هل الحفر، التجوية، قلع الحجارة، الثلج؟ طبعا طلاب الأعزاء هذه الصخور تغيرت بسبب عوامل التجوية، والتجوية طلاب الأعزاء هي تفتت الصخور بسبب عوامل الطقس، وهي الرياح والأمطار والثلوج التي تؤدي إلى تفتت الصخور. إذن هذه الصخور تغيرت بسبب عملية التجوية. الآن ننتقل إلى سؤال مقالي. السؤال الأول، خرج صالح في رحلة استكشافية لجمع عينات من الصخور المختلفة. بعد انتهاء الرحلة دون صالح الصخور التي وجدها وعدد العينات التي جمعها لكل صخر في الجدول الآتي. انظر للجدول ثم أجب عما يلي. صخر الجرانيت جمع منه 3 عينات، صخر الكوارتز 5 عينات، الصخر الجيري عينتين. السؤال الأول، ألف، ما عدد العينات التي جمعها صالح والتي يكون مصدرها الحمم البركانية؟ مصدرها الحمم البركانية أي أنها صخور نارية. وما هي الصخور النارية التي نعرفها؟ الجرانيت والكوارتز والبازلت. الآن إذا عدد العينات كم طلاب الأعزاء؟ لدينا 3 عينات من صخر الجرانيت و5 عينات من صخر الكوارتز، لأن الجرانيت والكوارتز صخور نارية، إذن 3 + 5 = 8. السؤال ب، أي الصخور الموجودة بالجدول قد يحتوي على أحافير؟ المقصود بالأحافير طلاب الأعزاء هي بقايا الكائنات الحية التي ماتت واندفنت، مثل حفريات الديناصورات، حفريات القواقع والأصداف الموجودة في هذه الصخور. من الذي يحتوي على أحافير؟ هل الصخور الرسوبية أم الصخور النارية؟ طبعا الصخور الرسوبية، لأن الصخور النارية تأتي من الحمم البركانية، لا يوجد بها أي أحافير، ولو سقط بالحمم أي شيء سيذوب. إذن هنا في الجدول طلاب الأعزاء، من هو الصخر الرسوبي؟ طبعا الصخر الجيري. إذن الصخر الذي قد يحتوي على أحافير هو الصخر الجيري لأنه رسوبي. السؤال الثاني، حرك طالب 3 أنواع مختلفة من التربة في الماء وتركها لتستقر طبقاتها. رسم مخطط ليظهر كمية الطبقات الموجودة. هذا هو المخطط. اذكر مادتين موجودتين في جميع أنواع التربة بالكمية نفسها. هيا نقرأ البيانات الموجودة بالمخطط طلاب الأعزاء. هذا الطالب المادة العضوية جعلها باللون الأخضر، الرمل بالأصفر، حبيبات الطين بالبني، والحصى بالرصاص. هيا نبدأ طلاب الأعزاء. المادة العضوية كم خط يمثلها في التربة؟ واحد طبعا، مربع واحد. أما في التربة 2 أيضا واحد، في التربة 3 واحد. ننتقل إلى الرملة وهو باللون الأصفر، في التربة 1 يمثلها مربع واحد، أما في التربة 2 يمثلها مربعين، في التربة 3 يمثلها 3 مربعات. حبيبات الطين باللون البني، في التربة 1 يمثلها 3، في التربة 2 يمثلها 2، في التربة 1 يمثلها مربع واحد. حبيبات الحصى التي تمثل بالمربع الرصاصي، في التربة 1 تمثل بمربع واحد، في التربة 2 بمربع واحد،
في التربة 3 بمربع 1. إذن طلاب الأعزاء، من هي المواد الموجودة في جميع أنواع التربات الثلاثة بنفس الكمية؟ طبعا الجبال لأنها في التربة 1 و2 و3 تمثل بمربع 1، والحصى لأنها نفس الأمر في التربة 1 و2 و3 تمثل بمربع 1. نلاحظ اللون الرصاصي 1 واللون الأخضر 1. طبعا طلاب الأعزاء نعلم أن الدبال هي المادة العضوية الموجودة في التربة، وهي مهمة جدا لنمو النباتات. الآن ننتقل إلى أسئلة خاصة بالجزء الثالث، وهو خاص بتصنيف الكائنات الحية. السؤال الأول: أي مما يلي ليست من خصائص الكائن الحي؟ يمكن أن يتكاثر، يخرج الفضلات، لا يتحرك، يمكن أن ينمو. ليست من خصائص الكائن الحي لا يتعرك، أما التكاثر وإخراج الفضلات والنمو هي من صفات الكائنات الحية. أي من هذه الحيوانات برمائي؟ غوريلا، سمك التونة، ضفدع، ثعبان الأصلة. طبعا الغوريلا من الثدييات، سمك التونة من الأسماك، أما الضفدع هو من البرمائيات، ثعبان الأصل من الزواحف. إذن برمائي هو الضفادع والسلمندر والعلجوم، هي حيوانات من البرمائيات. السؤال الثالث: إلى أي صف من الحيوانات تنتمي الحيوانات التي تلد صغارها؟ طبعا هذه طلاب الأعزاء صفة مميزة للثدييات، صفة مميزة للثدييات، فقط الثدييات هي التي تلد صغارها، أما باقي صفوف الفقاريات الطيور والزواحف والبرمائيات والأسماك تتكاثر عن طريق وضع البيض. الزواحف طلاب الأعزاء تبيض ويغطي جسمها جلد جاف وقاسي، أما الطيور تبيض ويغطي جسمها الريش ولها رجلان وجناحان، والأسماك أيضا تبيض ولكن يغطي جسمها القشور وتتنفس بالخياشيم. السؤال الرابع: ما هو الموطن المناسب الذي يستطيع ببغاء المكاو أن يعيش فيه؟ المنطقة العشبية، الصحراء، الغابة المطيرة، المنطقة القطبية. طبعا ببغاء المكاو يحتاج إلى الأشجار العالية ويحتاج إلى الثمار، إذن فيعيش في الغابة المطيرة. السؤال الخامس: أي من التالي ليست من خصائص الزواحف؟ مهم جدا طلاب الأعزاء أن نتعرف على صفوف الفقاريات الخمسة وأمثلة على كل صف من الحيوانات الموجودة في كل صف والخصائص المميزة لكل صف. هيا طلاب الأعزاء، السؤال يقول لك ليست من خصائص الزواحف: تبيض، هذه من خصائص الزواحف، تتنفس بالرئتين، هذه من خصائص الزواحف، يغطي جسمها جلد جاف وقاسي، هذه من خصائص الزواحف. الزواحف مثل الثعبان، الورل، العظايا، التمساح، السلحفاء، جميعها يعيش في الماء. طبعا طلاب الأعزاء هذه ليست من خصائص الزواحف، هذه من خصائص الأسماك، الأسماك التي جميعها يعيش في الماء. السؤال الثالث: أي من التالي كائن حي ليس له عمود فقري؟ ليس له عمود فقري، لا فقاري. خلد الماء، الثعبان، المرجان، العلجوم. طبعا خلد الماء من الثدييات أصلا فله عمود فقري، الثعبان من الزواحف له عمود فقري، أما المرجان طلاب الأعزاء الاختيار سي هو كائن حي ولكن ليس له عمود فقري، أما العلجوم له عمود فقري وهو من البرمائيات. إذن الإجابة الصحيحة سي، المرجان. من أمثلة اللافقاريات قنديل البحر، جميع أنواع الحشرات، الإخطبوط، الحلزون، الروبيات، السلطعون، الكركن، كل هذه الحيوانات كائنات حية ولكنها ليس لها عمود فقري. الأسئلة المقالية طلاب الأعزاء: صنف الحيوانات التالية إلى مجموعتين وحدد الخاصية التي تعتمد عليها عند تصنيفهم: جندب، بومة، قنديل البحر، المها. طلاب الأعزاء عندما يأتي لك أي سؤال تصنيف يجب أن نختار صفة ونصنف على أساسها الحيوانات. هنا طلاب الأعزاء رسم لك الجدول، فيجب أن يكون المجموعة الأولى بها حيوانين والمجموعة الثانية بها حيوانين. يقول أحد الطلاب: قد أستطيع أن أصنف الحيوانات على حسب التكاثر، هل هذا صحيح؟
الجندو والبومة والقنديل يتكاثر بوضع البيض، الماء يتكاثر بالولادة. إذن سيكون المجموعة الأولى بها ثلاث حيوانات والمجموعة الثانية بها حيوان واحد. إذن هذا التصنيف لا ينفع في هذا الجدول، ولكنه ينفع كأسلوب تصنيف. الذي سأختاره هنا طلاب الأعزاء وجود العمود الفقري. وجود العمود الفقري، هناك حيوانات فقارية وحيوانات لا فقارية. سأكتب في المجموعة الأولى أي الحيوانات اللا فقارية. من الأربع حيوانات لا فقاري؟ الجندب لا فقاري، أما البومة في المجموعة الثانية من الفقاريات، قنديل البحر لا فقاري، والمها غزال المها من الفقاريات. إذن هنا في هذا التصنيف اعتمدت على خاصية وجود العمود الفقري، وضعت في المجموعة الأولى اللا فقاريات وهو جندب وقنديل البحر، وفي المجموعة الثانية وضعت البومة والمها، البومة من الطيور والمها من الثدييات ولها عمود فقري. في هذا التصنيف طلاب الأعزاء لن نصنف إلا الحيوانات الموجودة في السؤال، لنأتي بحيوان آخر من خارج السؤال. في الفقاريات التالية حسب صفوف الفقاريات الخمسة، وفسر سبب انتماء كل منها إلى مجموعته، اذكر سببا واحدا مميزا. لدينا خمس صفوف من الفقاريات، مهم جدا أن نتعرف عليهم: الثدييات، الطيور، الزواحف، البرمائيات، الأسماك. خمس صفوف، كل صف به مجموعة كبيرة من الحيوانات، وكل صف له صفات مميزة. نبدأ بالحيوان الأول، ضب التنين الملتحي. هذه صورته. ينتمي إلى أي مجموعة الضب؟ طبعا ينتمي إلى الزواحف. عندما ننظر للجسم نلاحظ أنه لديه أربع أرجل يزحف على بطنه. ما هي الصفة المميزة للزواحف؟ لها جلد جاف وقاسي يسمى الحراشف. الجراح الملكي ينتمي إلى أي مجموعة؟ عندما ننظر إلى الصورة بسهولة ينتمي إلى مجموعة الأسماك. من أهم الصفات المميزة للأسماك وجود الزعانف والذيل. طالب آخر يستطيع أن يكتب الخياشيم، إجابة صحيحة. طالب آخر يكتب جميعها يعيش في الماء، أيضا هذه صفات صحيحة. الحيوان الثالث، القرطف الأزرق. طبعا عندما ننظر إلى الصورة بسهولة نعرف أنه من الطيور. ما الصفات المميزة للطيور؟ نستطيع أن نكتب لها ريش يغطي اسمها الريش، لها جناحان ورجلان. هنا في السؤال يقول لك طلاب الأعزاء اذكر سببا واحدا مميزا، سبب مميز. نعم الطيور تبيض، ولكن هل هذه صفة مميزة؟ الأسماك تبيض أيضا، ضب التنين الملتحي يبيض. هنا يحدد لك الصفة المميزة، صفة مميزة. إذا لم يطلب منك صفة مميزة تستطيع أن تكتب يبيض في هذه الحالة، لكن هنا في هذا السؤال نحن نكتب الصفات التي توجد في هذا الصف ولا توجد في الصفوف الأخرى. فالجلد الجاف والقاسي فقط مميز للزواحف، الزعانف والذيل والخياشيم فقط مميزة للأسماك، الريش والجناحان فقط مميزة للطيور. استخدم مفتاح التصنيف التالي لتستطيع الإجابة على الأسئلة التالية. لديك هذا الحيوان، يقول لك استخدم مفتاح التصنيف وتوقع اسم هذا الحيوان. إذن طلاب الأعزاء الذي نفعله في هذا السؤال أننا نتتبع مفتاح التصنيف من البداية. ننظر إلى صورة الحيوان ونبدأ نتتبع مفتاح التصنيف. هيا نبدأ طلاب الأعزاء. طبعا هذا الحيوان فقاري، واضح أنه من الأسماك والأسماك فقارية. هيا نتتبع مفتاح التصنيف، ليس له فرو أم له فرو؟ طبعا ليس له فرو. إذن سننتقل إلى هذا الجزء ونستبعد هذا الجزء كليا خارج مفتاح التصنيف. نكمل، له ريش أم ليس له ريش؟ طبعا طلاب الأعزاء ليس له ريش. إذن سننتقل إلى هذا الجزء ونستبعد هذا الجزء تماما. له خياشيم أم ليس له خياشيم؟ عندما ننظر إلى الصورة نلاحظ أن له خياشيم في هذه المنطقة. إذن ننتقل إلى له خياشيم ونستبعد هذا الجزء. له أسنان حادة أم ليس له أسنان حادة؟ عندما ننظر إلى الصورة ونتمعن فيها نلاحظ أن في منطقة الفم له أسنان حادة. إذن سننتقل إلى هذه المجموعة ونستبعد هذا الجزء. إذن من الذي له أسنان حادة؟ طبعا هو سمك الضاري. إذن طلاب الأعزاء هذا الحيوان الموجود هو سمكة الضاري. كيف عرفت ذلك؟ أنظر إلى الصورة.
من الصورة أكتشف صفات هذا الكائن الحي وأستخرجها وأتتبعها على مفتاح التصنيف. السؤال الثاني: اعتمادا على مفتاح التصنيف استنتج ثلاث خصائص لهذا الكائن الحي. من الكائن الحي الذي كان موجود؟ هو سمكة الضاري. هيا طلاب الأعزاء، الآن عند اكتشاف الخصائص نفعل العكس. عندما نريد أن نتعرف على الحيوان نبدأ من مفتاح التصنيف في الأعلى حتى نصل إلى الحيوان، أما عندما أريد أن أتعرف على الصفات من، يقول لك اعتمادا على مفتاح التصنيف، لا تأتي بصفات من عندك. فهذا السؤال يقول لك اعتمادا على مفتاح التصنيف، ستأتي بصفات من داخل مفتاح التصنيف، وهذا أسهل لك لأن تكون الصفات مكتوبة داخل مفتاح التصنيف. هيا نصعد من أسفل إلى أعلى. طبعا أول صفة طلاب الأعزاء لها أسنان حادة، هذه أول صفة من صفات هذا الكائن الحي واستطعت أن أكتشفها من مفتاح التصنيف. نصعد إلى أعلى أيضا نتبع الأسهم، هذه الصفة الثانية لها خياشيم. الصفة الثانية نتتبع مفتاح التصنيف، طبعا ليس لها ريش وليس لها فرو، نستطيع أن نكتبها، ولكن هناك صفة أفضل أنها من الفقاريات، أي أنها لها عمود فقري، هذه الصفة الثالثة. إذن سمك الضاري لها أسنان حادة، لها خياشيم، لها عمود فقري، وهذه الصفات استخرجتها من مفتاح التصنيف، لم أتي بشيء من عندي بل نقلتها من داخل مفتاح التصنيف. جزاكم الله خيرا طلاب الأعزاء، وبالتوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.